نوعين من الشوربة، شوربة الكريمة وشوربة البطاطس، ايش رايكم؟ ثلاثة انواع جهزنا من الشوربات لرمضان. شوفوا معايا كيف المنظر، شيء خيالي. وهذا نوع الشوربة الثالث، ايش رايكم؟ شوربة الشعرية مع الدجاج. شوفوا نغرف دحين شوربة الشعرية بالدجاج مع صلصة الطماطم. شوفوا كيف ما شاء الله، شوفوا المنظر كده. حتكون معانا شوربة الكريمة جاهزة، شوفوا معايا قوامها، ايش رايكم؟ الدجاج فيها والذرة، انا خلاص تعبت نفسيا. معلش معلش. شوربة البطاطس، يا اهلا وسهلا فيكم بقناتي، انا شيف وجدان محمد. اذا اول مرة تشوفوا قناتي او فيديوهاتي لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان كل وصفة جديدة توصلكم، واذا عجبكم هذا المقطع طبعا لا تنسوا تحطوا لي لايك وتكتبوا لي رايكم تحت في الكومنت، هذا الشيء مرة يفرحني. طيب وكمان تابعوني في الانستغرام، تابعوني في السناب شات، ولا تنسوا تشتركوا في قناتي. اليوم حسوي معاكم ثلاثة انواع من الشوربة. اكيد كلنا داخلين على رمضان محتارين ايش نسوي شوربات، نبغى شيء لذيذ، نبغى شيء رهيب، نبغى طريقة مضبوطة وطعم لذيذ. حسوي لكم ثلاثة انواع من الشوربة بطريقة جدا سهلة، بطريقة لذيذة، واهم شيء الشوربة حيكون قوامها معاكم ممتاز. واخترت لكم انواع مرة لذيذة وانا متأكدة انها حتعجبكم. اول نوع حنسويه، حنسوي شوربة الكريمة مع الذرة. هذه الشوربة اكيد المفضلة عندنا اغلبنا، شوربة الشعرية مع الطماطم او مع صلصة الطماطم. تقدروا انتم كمان تخلوها سادة بس بمرقة الدجاج، وتقدروا تحطوا معاه معجون طماطم، تقدروا تحطوا كريمة، بس انا حبيت انه كل شوربة تكون مختلفة عن الثاني اختلاف كلي. ثالث شوربة حنسوي شوربة البطاطس مع جبن التشيدر. اتوقع هذه الشوربة لو جربتوها بس مرة واحدة حتسووها طول شهر رمضان. شوربة لذيذة جدا، مشبعة، وكمان يعني مختلفة عن اي نوع شوربة تانية. اتمنى انه يعجبكم الفيديو، لا تنسوا لو عجبكم تحطوا لي لايك، تشتركوا في قناتي، شوفوا الفيديو للنهاية، استمتعوا فيه. اول نوع حنبدأ بشوربة البطاطس، انا متأكدة هذه الشوربة حتدمنوها بس لو جربتوها مرة واحدة. اول شيء في البداية حنحط صدر دجاج، تقدروا كمان تستخدموا الدجاج اللي بعظم، تمام؟ وححط عليه موية بحرارة الغرفة، وأول ما تبدأ تسخن وتغلي نطلع الزفرة. ممكن تحطوا فلفل أسود، ورق غار بعد ما نخرج الزفرة أو الريم عشان تروح زفرة الدجاج. بعدها حنبدأ نحضر شوربة البطاطس. احنا سلقنا الدجاج عشان شوربة الكريمة مو شوربة البطاطس، فحنبدأ في الوقت اللي حنسلق فيه الدجاج نحضر شوربة البطاطس. أول شيء في كسرولة ححط شوية زيت، وبعدها حننزل البصل المفروم ناعم، وحنكشن البصل الين ما يبدا يذبل معايا. حنضيف ثوم المهروس، هحمس الثوم المهروس مع البصل، وبعدها حضيف زبده تقريبا ملعقتين كبيره، وحنذوبها مع البصل والثوم، وهنا استمتعوا بالريحة اللي مرة مشهية. بعدها حضيف الدقيق تقريبا ثلث كوب دقيق، وحقلبه مع البصل والثوم والزبدة الين ما يصير متجانس ويبدأ شوية يتشقر، او نقول يبدأ شوية يلصق في المقلة على طول او القدر. نبدأ نحط موية الدجاج او مرقة الدجاج، بعد ما اضفت مرقة الدجاج حقلبها مرة كويس بالمضراب، تمام؟ عشان تتفكك تكتلات الدقيق اللي هي مع الزبدة والبصل، حتلاقوها متكتلة فلازم بالمضراب اليدوي نفكها، تمام؟ شايفين هنا استخدمت المضراب. وبعدها حتحسوا تكون النار متوسطة، حتحسوا بدأت تثقل. في الوقت هذا حنضيف الحليب، الحليب يكون بحرارة الغرفة، نضيف الحليب ونحرك بشكل مستمر الين ما يصير الخليط متجانس. بعدها حضيف رشة ملح وفلفل ابيض،
ما حنحط فلفل اسود عشان لا يغير لون الشوربه. وبعدين تقدروا كمان تضيفوا اي بهارات، بس انا ما احس انه يحتاج اي بهارات، لا تكثروا عشان لا تروح طعم الشوربه الاصلي وتستمتعوا بطعمها ولذاذتها. خلوها كده ساده بدون بهارات. اصلا احنا اوريدي حطينا مرقه الدجاج فحتعطيها طعم، حطينا ملح، حطينا فلفل ابيض، خلاص ما يحتاج تحطوا اي بهار تاني. وبس حقلبها. بعدها حننزل البطاطس. هنا البطاطس انا قطعتها بهذا الحجم، تمام؟ طبعا هي مع السوى حتنهاري اكثر وحتصير اصغر، فهذا الحجم مره مناسب، ولما تستوي حتصير حجمها مناسب جدا، لا تقطعوها اكبر من كذا. حنبدا نحط شويه زيت، حبدا بشوربه الشعريه، شوربه الشعريه مع صلصه الطماطم. حطيت شويه زيت، حنزل الشعريه واقلبها بشكل سريع، تمام؟ لانها تاخذ لون مره بسرعه. وبعد ما تاخذ لون ويصير لونها زي كده حنخرجها على طول، لانه لسه في الصحن حتغمق زياده، فهذه الدرجه مره ممتازه. حخرجها على طول واصفيها من الزيت كويس واخليها على جنب. كده حيكون لونها، شايفين كيف غمقت؟ خلاص حنبدا دحين ننزل البصل مفروم ناعم، واكشن البصل كويس الين ما يذبل. نضيف شويه من الدجاج المفروم ناعم برضو صدور، واكشره مع البصل. وبعدها حبدا اضيف معجون الطماطم. طبعا تقدروا تضيفوا طماطم او معجون طماطم حسب رغبتكم. بعدها حنكشن كويس معجون الطماطم، ألذ انكم تكشنوه كده وتحمسوه. بعدين نضيف المرقه، لا تضيفوا المرقه بعدين نضيفوا معجون الطماطم، لا كده ألذ، حتلاقوا نكهته ألذ بكثير لما نحطه كده في المويه، تمام؟ بعدها بعد ما كشنته كويس حبدا اضيف الشعريه واقلبها مع الدجاج ومعجون الطماطم. بعدين نضيف مرقه الدجاج ونزيد مويه، وخلاص نخليها على جنب تستوي براحتها. في الوقت هذا شوفوا معايا صارت جاهزه شوربه البطاطس. شايفين كيف المنظر والريحه يا جماعه؟ ما اوصف لكم اياها. البطاطس انهرت واتجانست مع الخليط. طبعا هي سقلت لانها غليت على النار، والبطاطس فيها نشا وكمان الخليط فيه دقيق، فحتلاقوها كل ما بتخلوها تغلي اكثر كل ما بتتقل اكثر، تمام؟ وخلاص كده حتكون جاهزه. شوفوا قوامها ممتاز جدا 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 جدا. حبدا اضيف البصل الاخضر اخر شيء عشان ما يتغير لونه، ونضيف جبنه تشيدر مبشوره او قطع، تمام؟ حسب انتم رغبتكم. حضيف بس شويه واقلب المكونات مع بعض. كده حتكون جاهزه معانا شوربه البطاطس اللذيذه واللي تعدت مرحله اللذاذه. وخلاص كده حنقفل النار، حتكون جاهزه معانا، حنخليها على جنب. الدجاج انسلق معايا، حبدا اقطعه صغير او انتفه صغير، لازم تنتفوه مره صغير عشان يكون متجانس مع شوربه الكريمه. وخلاص كده حيكون جاهز معايا الدجاج، شايفين كيف قطعته مره صغير. حنبدا دحين نجهز شوربه الكريمه، بس قبل ما نجهزها خلينا نشوف شوربه الشعريه ايش صار فيها. خلاص كده حتكون جاهزه معايا، خرجت البهارات. حقلبها تقليبه سريعه وحقفل النار واخليها على جنب. نبدأ في الشوربة الثالثة، شوربة الكريمة. أول شيء ححط شوية زبدة، تقريبا ملعقتين كبيرة. بعد ما ذابت الزبدة نخلي النار هادية عشان ما تنحرق الزبدة علينا. نضيف الدقيق ونقلب مع الذرة. حضيف الذرة هنا مسلوقة وجاهزة، حضيفها مع الدقيق والزبدة ونقلبها بشكل مستمر لين ما يصير الخليط معانا متجانس، ويتجانس الدقيق مع الزبدة والذرة. حضيف مرقة الدجاج
واقلب نفس فكرة شوربة البطاطس. نقلب لين ما يصير القوام ثقيل ومتجانس. نضيف الحليب ونقلب. لازم يكون شغلكم بالمضراب عشان الشوربة ما تكتل. رشة ملح وفلفل أسود، وممكن نضيف بصل أخضر وفلفل أبيض. حقلب تقليبة خفيفة كده. بعدها خلاص، بعد ما خليتها تغلي على النار مرة كويس، شوفوا كيف صار قوامها ثقيل. في الوقت هذا آخر شيء قبل ما أقفل النار حنضيف الدجاج، لأنه الدجاج أصلاً أوريدي مستوي، لو خليتوه زيادة حينهري معاكم مرة. فقبل ما تقفلوا النار بشوية تضيفوا الدجاج وتحركوه كده شويتين مع الشوربة. وبس خلاص كده حتكون جاهزة معانا شوربة الكريمة. عاد أنا ما أوصف لكم طعمها قد إيش لذيذة وخفيفة جداً، وتاخذوا صحن صحنين ما تشبعوا منها حرفياً. ثلاثة أنواع من الشوربة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوربة البطاطس، شوفوا المنظر، شوفوا كيف سماكتها، شوفوا إيش رأيكم، شوفوا البطاطس كيف دايبة يا جماعة، شيء رهيب. شوفوا الكريمة كيف، شوفوا المنظر ما شاء الله، ايش رايكم؟ بالله وابدا احطها في الصحون. صراحه قوام شوربه الكريمه مع الدجاج البطاطس شيء رهيب رهيب. طيب خلينا نبدا نوعين من الشوربه، شوربه الكريمه وشوربه البطاطس، ايش رايكم؟ وهذا نوع الشوربه الثالث، ايش رايكم؟ شوربه الشعريه مع الدجاج، شوفوا. خلينا نغرف دحين. شوفوا قوامها كيف، شوربة البطاطس يعني هذه للتزيين. وكده حيكون عندنا ثلاثة أنواع جهزنا من الشوربات لرمضان. مرة سهلة، ما حتاخذ منكم وقت، كل شوربة ألذ من الثانية ومختلفة وحتحسوا بتغيير. هذه شوربة الكريمة، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله قوامها مرة مضبوط وما حتكتل معاكم. شوربة البطاطس رهيبة لذيذة بشكل مو طبيعي، وشوربة الشعرية بالطماطم، كل نوع ألذ من النوع الثاني. كده أقدر أقول لكم حرفيا اتعدت مرحلة اللذاذة، لازم تجربوا الثلاثة أنواع أو بالعافية. خلينا نجرب وندوق مع بعض. شوفوا معاك الله، إيش رأيكم؟ شوفوا القوام كيف ممتاز، مو مكتلة، رهيبة رهيبة، والدجاج فيها والذرة. أنا خلاص تعبت نفسيا. بسم الله. والله كأن جربوها أنتوا الحكم، قولوا لي إيش رأيكم. معلش معلش، شيء خيالي، لذيذة. شوفوا معايا كيف قوام شوربة البطاطس، وكيف البطاطس مهرية يا جماعة. شوفوا معايا كيف المنظر، شيء خيالي. نقول بسم الله، ناخذ حبة بطاطس كده. شوفوا 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 شوفوا، دمار شامل هذه، مو طبيعية مو طبيعية مو طبيعية بدون مبالغة. متأكدة في سفرة رمضان، في سفرة رمضان إن شاء الله حتسحبوا على الأصناف كلها وتشربوا من شوربة البطاطس. شوفوا كيف يا جماعة، البطاطس دايبة وقوام الشوربة مرة ممتاز. آخر نوع معايا نوع شوربة الشعرية بالدجاج مع صلصة الطماطم. شوفوا كيف ما شاء الله، شوفوا المنظر، نقول بسم الله. خيالية. حارة. لو طبقتوا ثلاثة أنواع الشوربة هذه لا تنسوا تشاركوني تطبيقكم وتقولوا لي إيش رأيكم. أنا متأكدة مو حتعجبكم اللي بعده، صراحة أنا أبغى أدوق، يعني مو أدوق، آكل خلاص، دوقني كثير. خيال خيال يا جماعة، حرفيا اتعدت مرحلة اللذاذة،
لازم تجربوهم الثلاثة وبالعافية.